عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأن نوفيكم بكلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة الأقسام المتاحة والمصاريف. يبحث العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 عن كلية حاسبات جامعة القاهرة لمعرفة شروطها ورابط التقدم ومؤشرات التنسيق للقسم العلمي علوم وعلمي رياضة. وأعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الدور الأول بالثانوية العامة 2024، حيث جاء تنسيق المرحلة الأولى شعبة علمي علوم 88.4%، بينما جاء تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة 86%، وتنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي 75%. وتعد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة واحدة من أفضل الكليات لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة للالتحاق بها والدراسة فيها. ما هي أقسام كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة؟ تتضمن كلية حاسبات ومعلومات بجامعة القاهرة العديد من الأقسام والتخصصات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بها، وهي قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم بحوث العمليات ودعم القرار، قسم الذكاء الاصطناعي. حاسبات ومعلومات القاهرة بتاخد من كام؟ تقبل الكلية القسم العلمي رياضة من مجموع 347.5 درجة. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم، تقبل كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة القسم العلمي علوم 342 درجة. أما عن كلية الحاسبات والمعلومات في الجامعات الأخرى، فتقبل من كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس من 345.5 درجة، كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة 343.5 درجة، كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط 342.5 درجة، كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط 363 درجة، كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج 366.5 درجة، كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا 365 درجة، كلية حاسبات ومعلومات جامعة ألمانيا 362 درجة، كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة 362 درجة. كم مصاريف كلية حاسبات ومعلومات؟ تبلغ مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة نحو 8000 جنيه مصري سنويا. يوجد العديد من الجامعات المصرية التي تتضمن في قائمة كليتها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي على النحو التالي: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة حلوان، جامعة السادات، جامعة كفر الشيخ، جامعة سوهاج، جامعة بنها، جامعة مطروح، جامعة المنوفية، جامعة جنوب الوادي، جامعة الفيوم، جامعة الأقصر، جامعة دمنهور، جامعة الزقازيق، جامعة المنوفية. وبهذا قد أوفيناكم بكلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة الأقسام المتاحة والمصاريف. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دعم الله عليكم ورحمته وبركاته.